بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد مباراة الأهلي وإف سي مصر بفوز النادي الأهلي 3-1، الأهلي بطلا للدوري لموسم 2021. ما تستناش ماتشات، ما تستناش أي نتائج أخرى، الأهلي عارف طريقه، الأهلي ماشي زي القطر اللي بيقابله بيدوسه بالبلدي. الأهلي بيفوز، بيحقق العلامة الكاملة. الأهلي بيفوز في مباراة مهمة جدا أمام إف سي مصر، بصرف النظر عن المنافس، بصرف النظر عن أن المنافس إف سي مصر بيحتل المركز الـ13، بيصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز. ما فيش طبعا وجه مقارنة، لكن النادي الأهلي حسم المباراة من بدري بثلاث أهداف، هدف للجونيور أجاييه وهدفين لمروان محسن اللي بيعود مرة تانية للتهديف. الكلمة سر في فوز النادي الأهلي بلقب الدوري اللي أنا بقوله لكم، إن النادي الأهلي حسم بطولة الدوري في فايلر المدير الفني، اللي يوم عن يوم، مباراة عن مباراة، بيثبت أنه مدرب مميز جدا، إنه بيسير على نفس الخطى وبيتجه إلى حصد البطولات وحصد الألقاب مع النادي الأهلي، ومع وقد يسير على نفس خطى مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي الشهير. الأهلي بيكسب من غير حسين الشحات، الأهلي بيكسب من غير رمضان صبحي، الأهلي بيدفع بمحمود عبد المنعم كهربا، واللي بيشارك في أول مباراة في الدقيقة 68 بدلا من مروان محسن. مروان محسن أصيب بكدمة في قدمه، وبالتالي هنشوف إذا كان هيقدر يشارك في مباراة بلاتينيوم المقبلة اللي هتكون في دوري الأبطال الأسبوع اللي جاي ولا لا. نفس الأمر هيكون في إيقاف لأليون ديانج لاعب الأهلي في مباراة الدوري بعد حصوله على الإنذار الثالث. النادي الأهلي لعب مباراة سهلة جدا، المنافس ما كانش مخيف، قدر ان هو يحسم اللقاء بسهولة جدا بتسديدة في البداية الجونيور أجايي، وقدر مروان محسن وهو المكسب الرئيسي دي للنادي الأهلي في مباراته أمام إف سي مصر. الخبر الأهم في مباراة الأهلي وإف سي مصر هو أن فايلر خلال المباريات المقبلة بيدرس تغيير أو تعديل التشكيل الأساسي، وهيكون في دفع بعدد من اللاعبين المهمين جدا وبالعناصر المميزة. أحمد فتحي بيطلب المشاركة أمام بلاتينيوم. أحمد فتحي لسه لغاية دلوقتي بيفجر مفاجأة أن حتى الآن لم يتصل به أي مسؤول داخل النادي الأهلي من أجل تمديد عقده. واحد هيقول لي ما تم قبل كده الكلام على أن أحمد فتحي خلاص وافق على تمديد عقده. أنا بقول لك من مصادر أو من مصدر موثوق داخل الفريق الكرة، أن أحمد فتحي حتى الآن لم يمدد عقده مع النادي الأهلي، وفي نفس الوقت بيطلب المشاركة الأساسية، ومتضايق جدا من عدم المشاركة وعدم الدفع به أساسيا في المباريات الأخيرة بعد عودته من الإصابة، وتحديدا في مباراة إف سي مصر. يمكن ده الخبر الأهم، إن رغم فوز النادي الأهلي بالثلاثية وحصده واقترابه بشكل كبير جدا من حصد لقب بطولة الدوري، لكن أحمد فتحي بيفجر مفاجأة داخل النادي الأهلي بأن لغاية دلوقتي غاضب جدا من عدم مشاركته أمام إف سي مصر، وفي نفس الوقت غاضب جدا من عدم الحديث معاه أو فتح الكلام معاه في تمديد عقده مع النادي الأهلي بداية من الموسم اللي جاي.